أن الذكر يعطي الذاكرة قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مشيه وكلامه وإقدامه وكتابته أمراً عجيباً، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم. فقيل: إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه ما يغنيه عن خادم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب، وهو أن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما قالوها حملوه. نعم، وهذا لا يكفي لإثبات هذا الأمر الغيبي، يعني هذا الأمر ما يزال يحتاج إلى دليل، ومجيء هذا الأثر وما يبعد أنه مأخوذ من الكتب السابقة، فمثل هذا يحتاج إلى دليل لأن يثبت. أما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وعظيم أثرها فهذا ثابت، دلت عليه نصوص كثيرة. ذكر رحمه الله هنا في هذه الفائدة أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكر قوة، أي في بدنه، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يفعله بدونه، فهو يعطي قوة في البدن. والعلماء رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين إذا أويت إلى فراشك 33، وتحمدين 33، وتكبرين 33. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن من هذا الحديث أن المواظبة عليه تعطي المرء قوة في بدنه ونشاطه ما يغنيه عن خادم في يومه، لأن هي جاءت تسأل خادما، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيها خادما. قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ فأخذ العلماء من ذلك أن هذا الذكر والمواظبة عليه يعطي المرء قوة في بدنه، يمارس بها أعماله ومصالحه في يومه ما يغنيه عن خادم. وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ فأرشدها إلى هذا الذكر العظيم، وواظبت عليه، وواظب عليه زوجها علي رضي الله عنه، حتى إنه قال رضي الله عنه في روايته لهذا الخبر: فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا يدل على أنه واظب عليه مواظبة تامة في لياليه كلها منذ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.